يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17، إسكندرية 24، 17، مطروح 23، 14، بورسعيد 25، 18، الإسماعيلية 26، 13، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25-14، العريش 25-13، طابة 25-15، شرم الشيخ 32-20، الغردقة 31-19 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 30-15، أسوان 32-16، الوادي الجديد 29-10، شلاتين 31-22، حلايب 30-22 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.